الناقد السينمائي الكبير الأستاذ عصام زكريا من مهرجان الأقصر، بنحتفل بصدور أحدث كتاباتك عن المخرج الكبير الأستاذ خيري بشارة. النهاردة فرحنا جميعا بمتابعة أصداء خروج الكتاب وتوقيعه والمناقشة السرية اللي كانت في ماستر كلاس خيري بشارة النهاردة. محتاجين حضرتك تكلمنا عن الكتاب ورأيك النهاردة في القعدة بتاعت النهاردة الجميلة. يعني هو الكتاب كان في ذهني من قبل ما اعمله، يعني كان في ذهني طول الوقت ان انا المخرجين الكبار اللي انا بحبهم ان انا الاقي وقت ان انا اتفرغ لمشاهده افلامهم بشكل يعني عميق وبشكل مكثف واني اكتب عنهم. فسنحت الفرصه في اطار المهرجان الدراسي، لما الاستاذ خيري يعني طلب ان انا اعمل الكتاب، فرغم ان انا مشغول في مهرجان الاسماعيليه وكان الوقت يعني صعب شويه، لكن بالعكس يعني لقيتها فرصه لان تتكرر ان انا يعني اعمل دوت. وكان الفكره انه لازم الاقي يعني حاجه غير اللي اتعملت قبل كده، لانه كان شويه اتكرم قبل كده في المهرجان القومي، اتكرم في مهرجان البحر الاحمر، فاتعمل عنه بعض الكتب يعني في بعض المهرجانات. فكان ده برضو اداني المساحه الفرصه ان انا اعمل الحاجه اللي انا بفكر انها هي فعلا التكريم الامثل للشخص، انه يبقى فيه دراسه الاعمال مش مجرد حوار معاه او مش مجرد شهادات لناس بتتكلم عنه او مجرد تجميع لمقالات من الافلام، المقالات اللي اتكتبت عن افلامه زي ما في كتير من كتب التكريم. لا، يبقى فيه يعني دراسه عن اعمال خالد شوقي. فعلا عملت كده وجبت كل الافلام اللي عملها، ولحسن الحظ برضه في نسخ حديثه مرممه من هذه الافلام، فقلت انا هقعد يعني اشوف الافلام على بعض وكمان اشوف كل فيلم لوحده واعمل عنه دراسه، بس في اطار انه كلهم مرتبطين تحت يعني عنوان واحد او تحت فكره واحده، هي استكشاف مسيرة خيري بشارة من خلال الأفلام وتطور أسلوبه وتطور أفكاره من خلال الأفلام. فالكتاب يعني عن كل فيلم من أفلامه في فصل، في الإضافة لمقدمة أحاول فيها إن أنا ألخص أو يعني خلاصة يعني العناصر الأساسية اللي بتميز أسلوب خيري بشارة. جميل. طيب دلوقتي حضرتك علاقتك الشخصية على المستوى الشخصي بسينما خيري بشارة وأفلامه ما قبل هذا المجهود البحثي العظيم والإنتاج الجميل، الأفلام اللي أنت بتحبها له قوي اللي كانت مرتبطة بالنسبة لك بذكرياتك على المستوى الشخصي وحياتك؟ فيه طبعا أكيد انحيازات، وأكيد في الكتاب فيه انحيازات باينة حتى في عدد الكلمات يعني المخصصة لكل فيلم. نلاقي انه ايس كريم مثلا بيحتل مساحه كبيره جدا لانه واحد احب الافلام طبعا قلبي. هنلاقي يوم حلو ويوم مر، حتول وسويرة، يعني في تقدير كبير اليوم، لان في رايي هم يعني علامات بارزه جدا في مسيره خالد شرف.